تحياتي زميلي عمر والكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا فاروق، يعني اتكلمت شويه عن النادي الاهلي واتكلمت شويه عن اخر الاخبار، لكن انت معاك اكيد كل ما هو جديد وتقدر تشرح لنا اكتر وتقربنا اكتر من اخر استعداد للنادي الاهلي لمباراه النجم الساحلي اللي ان شاء الله هتكون يوم الاحد القادم. خلينا ناخد من اخر كلامك عمر بالنسبه لرمضان صبحي. خلاص رمضان في المرحله الاخيره ان شاء الله، يعني بنسبه كبيره التأم الفلاق المزق اللي كان موجود عند رمضان صبحي، ورمضان خلاص يعني ده اللي هيكون ان شاء الله موجود في التدريبات الجماعيه عقب مباراه النجم الساحلي ان شاء الله. يبقى واحد من اللعيبه ان شاء الله تبقى موجوده الفتره القادمه من عقب مباراه النجم الساحلي. بالنسبه للمران النهارده انطلق المران تمام الساعه 11 محاضره فنيه من مستر ريني فايلر مع اللاعبين في منتصف الملعب. يعني الحث اللاعبين على اهميه المباراه وخطوه وانها احد العقبات المهمه في مشوار النادي الاهلي. يعني اثناء المران تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وده لليوم الثاني على التوالي يا عمر، واعتقد اكثر من رساله بيوصلها الكابتن محمود الخطيب للاعبين وللجمهور. وتواجده اليوم الثاني على التوالي كان موجود الامس وموجود النهارده لاجل يعني رفع روح المعنويه عند اللاعبين ويحث اللاعبين على اهميه المباراه وضروره الفوز بهذا اللقاء. يعني جانا اكثر من حديث ما بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، طمن من خلال الكابتن سيد على استعدادات الفريق والترتيبات الخاصه بالفريق لهذا اللقاء. مستر ريني فايلر في المران مجموعه من التدريبات، يعني في تركيز شويه على النواحي الدفاعيه في حاله خفض الكوره وتمركزات اللاعبين، ودي النقطه المهمه جدا اللي حريص عليها مستر ريني فايلر. في جانب بدني كان مع مستر توماس للاعبي النادي الاهلي والرباعي حراسه المرمى شناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شمير مع ميكيل يانكون مدرب حراس المرمى في وحدات تدريبيه متنوعه للرباعي. مستر ريني فايلر اختتم اللقاء يا عمر بتقسيمه، يعني عمل تقسيمه ووقف التقسيمه اكثر من مره، وكان حريص ان هو يشرح للاعبين ويبين للاعبين بعض الجمل اللي هو عايز ينفذها في هذا اللقاء. عارف بعض الجمل الفنيه مش هنقدر برضه ان احنا ايه نستفيد في الكلام عنها، لكن اكيد بيجهز مستر ريني فايلر مجموعه من الجمل سواء عن طريق الكرات الثابته او الكرات العرضيه استغلال حاله الروح المعنويه اللي عند لاعبي النادي الاهلي. والجانب الاخر اللي هي متابعه فريق النجم الساحلي في المباراه الاخيره، مجموعه المباراه الاخيره لفريق النجم الساحلي، ومتابعه اللقاء اللي كان جامع ما بين الاهلي والنجم الساحلي في تونس للوقوف برضه على بعض الامور الايجابيه والامور السلبيه لفريق النجم الساحلي. وكان حريص مستر ريدي فايلر زي ما قلت لك ان هو يوقف المران التقسيم اكثر من مره لشرح بعض الامور للاعبين، شرح بعض الافكار اللي هو يعني بيحضرها، مش عايزين نقول في مفاجاه او في امور بيحضرها الفريق النجم الساحلي. اختتم المران بتقسيمه يعني اكثر من رائع، اللعيبه كلها في حاله فنيه وجاهزيه. يعني عمر نطمن من خلالك جمهور النادي الاهلي على حاله لعيبه النادي الاهلي، حاله الجاهزيه اللي عليهم، الروح المعنويه عند اللاعبين وحضور الكابتن محمود الخطيب كلها بترفع من الروح المعنويه للاعبين يا عمر. يعني باذن الله يتبقى التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ودور جمهور النادي الاهلي ووقف جمهور النادي الاهلي وثقه جمهور النادي الاهلي، وان كلنا نكون مع الجهاز الفني ومع اللاعبين في ظهر الفريق في هذا اللقاء يا عمر. يعني فاروق انت بسم الله ما شاء الله اتكلمت في كل حاجه وبالتفصيل، يعني ما اعتقدش ان انا بقى عندي اي حاجه انا اسالها لك تاني. فمشكور. هقول لك نقطه ثانيه. قول لي. طيب ما انت عندك لما تتكلم تقول كل حاجه، ولا لازم اسالك انا يعني؟ بكره ان شاء الله فريق عمر الفريق هيستأنف في مرانه ان شاء الله بعد عقب صلاه الجمعه بمشيئه الله، الفريق هيستأنف في مرانه ثم المران يوم السبت، يوم السبت بمشيئه الله عقب مران يوم السبت هيدخل الفريق في معسكر للاستعداد للمباراه. ده هيكون البرنامج بتاع الفريق خلال اليومين القادمين لمباراه النجم الساحلي. انا باجي احنا برضه عايزين ان احنا نقول اللاعب، يعني مش هنقول ان بدا ان هو ينسجم مع لاعبي النادي الاهلي، لا هو الروح انت عارف يا عمر اللي بيلعب او بيدخل جدران النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بتحاول تسهل عليه الامور،
ده اللي احنا لمسناه. يعني طب بقول لك ايه، بقول لك يا فاروق، طب ما تقول لي كده يعني اخباره ايه في التمرين، عامل ايه؟ هل مثلا يعني اكيد هو خامه مبشره طبعا، هو لعيب مبشر جدا، لكن انا عايز اعرف بقى استعداده النفسي للمباراه وللاجواء، وان هو داخل فريق كبير في قاره افريقيا عارف قيمه النادي الاهلي، هل ده باين عليه في التدريبات؟ هل ده باين شراسته من اول يوم موجود فيه ان هو بيتمرن مع الفريق؟ هل كل ده باين؟ بص هو انا هناخد من كلامك ده بالظبط، هو اليو بادجي هو عارف جاي منين وجاي، وعارف قيمه واسمه ومكانه النادي الاهلي، وعارف شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي نادي بطولات. الامر المهم جدا او اللي هو بنقول عليه معقد، ان لعيبه النادي الاهلي بتسهل الامر ده على اللاعب. يعني لعيبه النادي الاهلي في تعاملها سواء يعني مثلا طول جونيور اجاي او اليو ديانج او جيرالدو لعيبه الافارقه مع اليو بادجي، او احمد فتحي، عاشور، وليد سليمان، شريف اكرامي، الخبرات والاكاديميه بتوع النادي الاهلي اللي سهلوا الامر ده. ايضا مستر ريني فايلر وبيحاول ان هو يجهز اليو بادجي واعداد نفسي، ومن الممكن وبنسبه كبيره ان اليو بادجي يكون موجود في اللقاء، وواحد من اوائل ممكن مثلا ريني فايلر يكون بيحضر لامر ان هو يكون موجود في هذا اللقاء. اللاعب مستعد، اللاعب كناحيه فنيه لا اللعيب على يعني نقدر نقول على اعلى مستوى، الفينش بتاعه ما شاء الله هيدرز كويس جدا، يعني في الكرات العرضيه الكرات العاليه بيطلع ما شاء الله يا عمر، خامه مهاجم مبشر جدا للنادي الاهلي. يعني يتبقى الامرين ان شاء الله انسجامه السليم على لعيبه النادي الاهلي، واعتقد ان ده هيبقى موجود وسريع. النقطة الثانية التوفيق، يعني التوفيق بتاع اللاعب، انت عارف الانطباع الاول مع اللاعبين بيفرق، يعني مع اللاعب او المهاجم ان شاء الله هو يتجاوز هذا الامر ويكون واحد من العناصر اللي تضيف للنادي الاهلي، وايضا النادي الاهلي هيضيف لاليو بادجي. بشكرك يا فاروق، عندك حاجة ثانية ولا خلاص كده؟ كده استمتعت بيك جدا يا فاروق، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك دي، وانك يعني قلت لنا كل الاخبار الخاصة